اللي بيجذبني للسيرفينج هو الجريس بالانجليزي، الانسيابيه، ان ازاي الواحد يبقى في تناغم مع الطبيعه بطريقه انسيابيه، رغم ان الطبيعه ممكن تبقى قويه وعنيفه، لكن ازاي هو يقدر يمشي معاها بانسيابيه. هي زي ما الواحد بيحاول يتغلب على المشاكل اللي في حياته وبيحاول يعدي الموج اللي في البحر. وانا كتير لما ببقى متضايق من حاجه او في قرار مش عارف اخده او مخي حيران وانزل اعمل سيرفينج، فجاه كده نفسيتي تهدى وتلاقيني خدت قرار بمنتهى البساطه. طبعا انا دخلت في السيرفينج لان انا مرتبط بالبحر من وانا طفل، انا متربي في العجمي جنب البحر، وانا صغير كنت بقوم من النوم ما بغسلش وشي حتى، كنت اول حاجه اعملها انزل اركب العجله اجري اروح اشوف البحر شكله ايه النهارده، اعرف هنعمل ايه، هنصطاد ولا هنتشمس ولا هنركب موج ولا هنعمل ايه بالظبط. وكنت بروح البحر لوحدي حافي بالمايو حتى وقت الغروب والدنيا تقريبا بتضلم اعوم وارجع، كل طفولتي قضيتها بالمنظر ده، فالبحر جزء لا يتجزأ من حياتي. والسيرفينج هي الابيتيمي بتاع الموضوع ده كله على بعضه كده. الدريفت وود هو الخشب اللي البحر بينتجه، بيجيبه من حتت كتيرة. بقى عندنا احنا في اسكندرية معظم الخشب اللي بينتج من البحر خشب جاي من المراكب الصيد، المراكب بيستعملوا فيها اخشاب قوية وجميلة زي السانت. مميزات الدريفت وود كذا ميزة، اولا ان البحر والشمس والمية المالحة، التعرض للحاجات دي باستمرار بيخلي ان يحصل مواد معينة تتكون في الخشب، المواد دي بتخليه مضاد للحشرات، وفي نفس الوقت الملح بيحفظ الخشب وبينشفه. الفكره بقى ان الدريفت وود يعني له برضو ناحيه فلسفيه شويه، هو ان حته الخشبه دي يعني ما تقصتش امبارح، دي لها تاريخ طويل، كل حته خشبه لها قصه طويله، كانت شجره وبعدين اتقصت وبعدين اتعملت مركب مثلا، والمركب دي قعدت تشتغل في الصيد في البحر 30 سنة وبعدين اتكسرت في عاصفة وبعدين عامت في البحر ورسيت على شط من الشطوط، أنا من حظي لقيتها وخدتها. أنا عشان عايش في العجمي جنب البحر فكنت بروح البحر كتير وبلاقي خشب شكله كان بيعجبني قوي، لأنه كان البحر مصنفره ومغير شكله ونحته ومديله لون وشكل مختلف جميل جدا. ابتديت أعمل حاجات صغيرة بالحاجات اللي أنا بلاقيها على البحر، شوية شوية الموضوع كبر في دماغي وبقيت بعمل حاجات أكبر. وبعدين في يوم من الأيام واحد صاحبي جه قال لي ما تيجي تعمل معرض معايا. بعديها بحوالي 5 سنين قررت إن أنا أشتغل في الموضوع بروفيشنالي. قصتي مع الخشب بدأت يعني من وأنا صغير بسبب أبويا دكتور برضو، بس هو كان غاوي نجارة وكان بيشتغل في الخشب وعمل زي ورشة عندنا في البيت. غاويت النجارة لما جيت العجمي كان عندي سبيس إن أنا أعمل ورشة، وشهير ابني كان في الحضانة سألته المدرسة بتاعته قالت لي بابا بيشتغل إيه، قال لها بابا بيشتغل نجارة. كان عندنا واحد جارنا وصديقنا اسمه أرس تشاكوس، كان بيحب الخشب قوي برضو، كان بيعمل بيه حاجات غير تقليدية. هو يعني من السباركس اللي ادتني الفكرة في ان مش لازم كل حاجة تبقى خطوط مستقيمة. أنا دخلت جراحة العظام بسبب حبي في الخشب، وإن أنا لقيت إن جراحة العظام فيها حاجات كتيرة قوي شبه الخشب من ناحية التكنيكية. الطب مهنة جميلة جدا لكن ما فيهاش إبداع، أنا دي كانت حاجة نقصاني جدا يعني. دي حاجة كنت عملتها زمان وأنا صغير، غطا كده
للنور فوق المرايه، والخشبه كانت مرميه في الطينه، كان لونها كالح كده رصاصي في بني، استحاله تتخيل ان دي اي حاجه. ودي كانت من اوائل المرات ان انا استخدم فيها المسامير الحديد الكبيره والستايل البالكي ده شويه. او دي بقى دي واحده تانية برضه عملتها من زمان قوي، دي حاجه بسيطه جدا، مجرد صندوق بتاع سمك انا جبته حروقته صنفرته ونضفته ورحت حطيت له مرايه، فبقت حاجه المرايه كده ظريفه جدا. والرف ده برضو كان حته خشبه لقيتها على البحر كانت عاجبني الوانها، فعملت لها السندات وكده اهو، ورحت عملتها الرف. نفس الحكايه هنا، فرع بتاع شجره جزورينا عجوزه شكلته وعملته علاقه، وعمليه جدا على فكره، لان الفروع الطويله دي لما تحط الفوطه كده عليها بتخليها مفروده فبتنشف بسرعه جدا. ودي مودلز لعربيات عملتهم وانا صغير، كان ابويا اشترى هو وارس تشاكو صاحبه شجره مهوجني من افريقيا ضخمه جدا، فانا كنت باخد بواقي الخشب اعمل بيها الحاجات دي. ودي حته من نفس شجره المهوجني كنت كاتب عليها اسمي بالفرعوني، نحته بالفرعوني. كان ده قبل ما جزورين تبقى جزورين، بس العقله كلها معموله من الجزورين، فرعين تخان وفرع رفيع، وفي نفس الوقت دي تتفك عشان الواحد ممكن يستعملها في الدفاع عن النفس ولا حاجه. قررت ان انا اخد شغل الخشب بجدية اكتر واحوله لمهنة جانبية على الجنب، لكن بطريقة فيها احتراف يعني. وهي دي كانت بداية جزورين. جزورين ابتدت ان انا كنت بشتغل لوحدي، بس طبعا وصلت المرحلة كان صعب لان المجهود اللي محتاجينه كتير وايد لوحدها ما تسقفش. فاتعرفت على واحد صاحبي اسمه احمد جلال، لما عرف موضوع الخشب جه قعد يشتغل معايا شويه. هو من النوع اللي بيحب قوي الحاجات اللي بتتعمل بالايد اللي فيها تكنيكاليتي، فبصراحه وقع في غرام الخشب وبقى هو يعني الايد اليمين بتاعتي، ودلوقتي هو بقى شريكي. وبعدين خلي بالك اقفل عليها. احنا دلوقتي في المرحله الرابعه من الفرانس ستيت بتاعت الصنفرة. بتخش في الفرانس ستيت دي بعد حوالي تلت ساعة من الصنفرة المتواصلة، بتخليك عندك لا وعي باللي انت بتعمله، كل التركيز بتاعك على الخشب اللي قدامك. انت مش فاهم هادة الجسم دي بتعمل راحة نفسية فظيعة يا ابني. احلى لونك تعالي ما تكوني تعبان من شغلك. اول حاجه خدتني افتكر في حياتي كلها هي موضوع القص في مصنع يعني ملابس. انا عن نفسي درست فاشن ديزاين، بحب اشتغل اي حاجه بايديا، فيها عالي وواطي، دول مش طول بعض. اول اتنين حاططهم على البتاعه دي، وبعد كده حاطط الباقي تحت. انا حياتي دخلت في موضوع الخشب من ساعه ما قابلت شهير. كان هو راجع من المستشفى وقال لي انا عندي بروجكت تيجي تعمله معايا، قلت له يلا، ومن يوميها ما سبتوش. ايه رايك ان دوت يكون كرسي بار؟ عايز تقول والله بص 100 100. اكتر حاجه بحبها في احمد جلال ان هو مليء بالطاقه ومليء بالافكار ومليء بالحركه، لكن مشكلته الصغيره ان هو متسرع شويه. لكن في الاخر بيعمل بالانس كويس، لان انا لو قعدت اعمل اشتغل لوحدي هعمل حاجه في ضعف الوقت، لان انا هقعد احاسب كل حاجه بطريقه زياده عن اللزوم، فاحنا بنوزن بعض وده بيطلع نتيجه كويسه في الاخر. هي بتاخد نفرين بارتعين او ثلاث انفار محترمين كده وربع FDF Fast Friendly. Yes. الله اكبر. طبعا شهير بيحب مثلا يرجع ينام، ياكل ينام، يدخل الحمام ينام، فدايما بياخد عنده فترات، فكنت دايما اوصل له على البيت وهو لسه واصل، اقول له طب اطلع انت رايح وانا ايه هصنفر الخشب. ابتديت اخد خشب معايا البيت زي اكنه هوم ورك بالظبط، اخلصه وتاني يوم اروح له بالحاجه خالصه. دايما كنت بدور على الحاجه اللي تتعمل بايديا من اولها لاخرها، بحيث ان انا ما اعتمدش على حد.
لما لقيت شهير ولقيته ان هو بيعمل حاجه هو اللي بيبتديها من الالف للياء، فدي حاجه شدتني اكتر. برضو معانا واحده اسمها فلوريان كالز، عندها خلفيه عن الخشب من قبل كده لان والدها برضو دكتور وغاوي شغل في الخشب، وهي بتحب الرسم فهي بتيجي وبتساعدنا في شغل الخشب وبترسم كمان، بتعمل رسومات على القطع اللي احنا بنعمل. اللي بيعجبني فيها انها عندها ذوق حلو. I think painting is just being who I am. As long as I can remember I was always painting. It's just part of me. I don't even remember especially being pushed to it. Even if for several years I don't really have time, it's always coming back somehow. هي بتحب الخشب برضو فبتحس بيه، وعندها حس حلو في الألوان وفي الأشكال، فهي بصراحة الآراء بتاعتها بتبقى يعني بناخد بيها كتير في أوقات كتيرة لما تكون حاجة لها علاقة بالشكل، لو أحب نغير الديزاين ساعات في نص الشغل. في الأول إحنا كنا بنشتغل لوحدنا، وبعدين أصحابنا من كتر ما هم يعني معجبين باللي إحنا بنعمله فكانوا بيجوا يقعدوا معانا يتفرجوا، شوية شوية ابتدوا يمدوا إيديهم في الشغل. دلوقتي جزورين اتحولت زي ما تقول، ما نقدرش نقول أكاديمية، بس يعني مدرسة صغيرة، بيجي ناس كتيرة من أصحابنا، منهم مهندسين ودكاترة ومخرجين وفنانين، ناس في المدرسة وناس في كبيرة في السن. طالبة جديدة في مدرسة جزورين اسمها نينا وشاطرة جدا. جميع أشكال الناس يعني أصدقائنا بيجوا بيشتغلوا معنا وبيساعدونا، ودي بتبقى حاجة ظريفة جدا لأن هم بيدونا أفكار وبيدونا فيدباك وبيدونا قوة عاملة وبيدونا جو ظريف نشتغل فيه، فالواحد بيبقى بيشتغل وفي نفس الوقت أكنه قاعد في النادي. أوكي. Turn slowly, turn down and on we go. Very good. Working with Gazvarin is something special because it's working in a creative area which I love, and it's also working with friends. At the end of the day, you see the product really finished, and you know that it would have been different if one of the persons would have missed. I like to learn, not especially to study, but to learn new things in life, to discover new things, to see new people, to be confronted to new things, new thoughts. Yeah, I think this is what it's keeps me going. It's a very important part. Maybe I think the most important part. I always wanted to be a mother because I always loved to be a child. I think it's a beautiful thing to see the evolution of children, of your children especially. There's a lot of love between us and it makes it worth it. الجيل بتاعهم العيشة اللي عاشها كانت دايما عيشة تقليدية ومفيش حد بيخرج عن النطاق الطبيعي، والناس كلها بتمشي في خطوط مستقيمة كده ما بتغيرهاش. ما اقدرش ألومهم في أي حاجة، هم عملوا اللي عليهم وعلموني أحسن تعليم وحاولوا يفتحوا مخهم معايا على قد ما يقدروا واستحملوا حاجات كتيرة مش على مزاجهم، وفي الآخر خالص لما شافوني مبسوط قالوا لي خلاص اعمل اللي انت عايزه واحنا هنساعدك وهنشجعك. أنا ساكن في العجمي، المستشفى كانت في لوران في الناحية التانية من اسكندرية، فتعتبر سكة طويلة شوية، فالواحد بيبقى نازل دايما على رحمة السكة يعني. بس بقى مؤخرا بعد الثورة ومينا الدخيلة والمنطقة بقت زحمة شوية، تراب وعفرة وخرام ولواري ومجاري، بقت موضوع نزول اسكندرية ده بقى حاجة يعني صعبة شويتين ثلاثة يعني. نقعد احنا بقى ايه نهاتف بعض كده كل يوم ربع ساعة الصبح و
وتلت ساعة ولا نص ساعة الواحد راجع، اخد 3 ساعات في السكة رايح وساعتين وانا راجع، وعشان اقعد 3-4 ساعات في المستشفى. فطبعا مش حاجة ظريفة يعني. شارع شعراوي، منطقة لوران اصلا كانت منطقة زي المعادي سرايات كده، منطقة كلها فيلل، وفيلل كبيرة مش فيلل صغيرة، فيلل ضخمة ومساحات اراضي كبيرة وجناين وشجر لوران يعني معروفة كانت احلى حتة في اسكندرية. على فترة الثورة بقى في السنتين ونص 3 اللي انا قعدتهم في المستشفى، انا شفتها يعني بتتدمر بيت بيت، كل يوم كنت اجي الاقي فيلا مهدودة وطالع مكانها عمارة. 3 سنين في المستشفى دي وغيروا اليافطة. انا برضو مريت بنفس الظروف اللي شهير وسبت كل المجالات، بحيث ان الواحد برضو ما يبقاش عليه الستريس بتاع كل يوم حتى في السواقه. Let me think about it كده and see how we can do it. وانت برضو لو عندك افكار قولي لي يعني. وانا من زمان يعني التفكير ده بيجي في دماغي من زمان، ان ليه الواحد اصلا يروح الشغل؟ ليه ما يبقاش الشغل جنبه؟ يعني المفروض الطبيعي ان الواحد يعيش ويشتغل في نفس الحته، ونقعد كلنا نضيع وقتنا رايحين جايين رايحين جايين، وحياتنا نصها يروح في الرايح جاي ده. Water anybody؟ والله ده بقى بص زي ما هي كده. فكر موت خلي بالك انسى. بص 6 ماشي دي حلوه. 6 هنعمل الجدر ده ترابيزه للبيت عند هشادي في سي عبد الرحمن. يلا بس ده عايز صنفره، عايز شغل وصنفره وتقشير بالهبل. احنا صنفرين ولا كده؟ هو لا بس في بلاوي ازاي شهير احتل الورشه بتاعتي، فمبقتش ازاول النجار، فدلوقتي بقرا الجورنال وبسمع مزيكا. رغم ان انا عارف ان ابويا برضو في حته جواه مش مبسوطه، بس مؤخرا خالص حسيت ان الحته دي ابتدت تروح، وان هو فعلا من جواه من قلبه اقتنع ان هي دي السكه الصح اللي انا المفروض امشي فيها. غاز قاعد هنا لازم حاجه قصاده. انا عيلتي كلها دكاتره، موضوع صعب ان هم يتقبلوه. فكره مش وحشه خالص، نظره الناس لك، ناس كتيره تقول لك انت هتسيب الجراحه وتشتغل نجار. طبعا لما تسمع الكلام ده من كذا حد بيخليك برضو تفكر. ده كرسي اخر انتاجنا، حاجه مختلفه شويه، له جناحات عشان وانت قاعد تحس ان انت هتطير، وبرضو بيشتغل مديتيشن شير، ولو قعدت كده كفايه هتلاقي نفسك بتطير بقى من الجناحات. بس ايه تصبر، من زمان عايز اعمل كراسي ومكانش عندنا وقت، وعملنا واحد طلع حلو جدا، فقررنا نعمل واحد تاني وطلع احلى من الاولاني. فاي وندر اللي جاي هيبقى عامل ازاي يعني. طبعا الطب شغلانه فيها مميزات كتيره جدا، احترام الناس ليك. الحاجه التانيه ان الواحد بيعمل حاجه قيمه للمجتمع. الدكتور الناس لما بتجيلك بتستأمنك على عرضها، بتستأمنك على صحتها، بتستأمنك على فلوسها، ودي حاجات جامدة قوي بالنسبة لهم. ما تقدرش ان انت تخون المسؤولية دي الا فعلا لو انت انسان يعني عديم الاخلاق يعني. He's drinking with Pippi. Regarde, look, Asmar is drinking with Pippi. Gazarina is now the grandmother of... is the mother of Pippi. And Gazarina got 4 kittens which are now 3 weeks old. And Pippi, her daughter, got now also 4 kittens. I have to work to provide for my family and to have a stable job. And we need to provide for the cat, so I had to feed her every... She's always putting new stuff in the food. Sometimes she's like, I will do something else, you know, something nobody did before, you know. And then we're eating something completely new and we love it. I am a teacher at the moment,
But nevertheless, I learned a lot, and I'm thankful for that, even though it's not my dream job. Maybe the moment will come later to really do what you want. ده الفكر اللي احنا تربينا عليه من واحنا صغيرين من المدرسة ومن المجتمع، ان احنا مسيرين في حياتنا مش مخيرين. بالعكس، الدنيا كلها ملكك انت، بس افتح قلبك وهي كلها تحت رجليك. دي حاجة يعني الواحد ما بيقدرش يغيرها جوه مخه بسهولة، لان البرنامج اللي بيتكتب في المخ ده والواحد صغير بيبقى مؤثر قوي في نفسية الواحد وفي قراراته، ان هو يقدر يفكر انه يغيره ويعمل حاجة مختلفة عنه. This is the dog of the family. He's a very happy papa for all the kittens because there's no papa around. I don't know if I really have a style or not. I guess I have. I think if you ask others, they will tell you, yeah, there is somewhere maybe a style. For example, some themes which are coming up again: faces, eyes, lines. Is the subject shades. At the moment I like patterns a lot, so it changes also, depends. I don't think that painting is a dead art, because many people love painting, and many people love paintings because it's a very direct art. You put what you have inside of you on a canvas, on a paper, and then you can give it to someone else, and with some people it just resonates. المزيكا دي قد تكون حاجة إلهية، يعني فيها شيء إلهي، تقدر إنها تفرحك أو تحزنك، تصحيك أو تنيمك. Hold the markers and I'm putting codes عشان ما يبقى بشتغل أوتوماتيك. بص على الكود، أنا عارف ألعب بين اللوب دي واللوب دي، تك 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 تك، وفي الآخر أخلص كده وأخش على التراك اللي بعديه، والإفكتس في النص شغلنا يعني. كنت بحب اطبل من وانا صغير، كنت طول النهار اطبل في البيت على الترابيزات، وكان عمي ساكن تحتينا يقعد يشتكي من طول النهار انا بطبل فوقيهم. قابلت واحد صاحبي اسمه امير فرج، كان دماغه في المزيكا جدا بقى، وابتدينا نلعب مزيكا مع بعض، وقعدنا نلعب مزيكا مع بعض سنين طويله. ابتديت اعمل دي جينج تاني مع امير، والموضوع بقى ابتدى يكبر اكتر واكتر، لغايه لما عملنا فريق مع بعض سميناه ماسز الفانك. وبعد كده ابتديت انا اعمل ساعات كده حاجات لوحدي، فسميت نفسي ذا وايت نوبيان. الحياة الاجتماعية بتاعت الدكتور حياة يعني عليها شروط وعليها محاذير كتيرة، لازم الواحد بقى يخلي باله هو بيقول ايه وبيروح فين وبيشوف مين وبيتكلم مع مين، لان انت بتبقى شخصية اجتماعية، ناس كتير تعرفك من الشرق ومن الغرب، فلازم تحافظ على الايمج بتاعتك. ودي من الحاجات اللي بالنسبة لي انا يعني كنت بحسها انها تطاول سافر على الحرية بتاعتي، ودي حاجة انا ما كنتش يعني بأيدها، ان انا يبقى كل حياتي وكل وقتي مسخر تماما 100% للطب. بس الشق الاخر من القصة دي هو ان احنا بنمارس طب، ده اللي انا اكتشفته في السنين الاخيرة، يعني طب ما هواش مظبوط 100%. يعني دي من احد الاسباب برضو المهمة، انا بقيت حاسس ان انا شغال مندوب مبيعات عند شركات الادوية، طول النهار عيانين جايين لي رايحين لي، انا عمال اكتب في ادوية. طبعا بقول لهم النصايح المفروض اقولها لهم، بس الناس في مصر متبرمجة ان لما تروح للدكتور لازم يكتب لك علاج، لو الدكتور ما كتبش علاج يبقى الدكتور ده مش فاهم حاجة. يعني انا يمكن كنت الدكتور الوحيد في اسكندرية، يمكن اللي بودي العيانين بتوعي اللي عندهم مشاكل معينة
لناس بتوع مساج وناس لعلاق بعلاج بالطاقة وطب البديل. يعني اللي أنا شخصيا أؤمن إن هو مش طب بديل ولا حاجة، ده الطب الأصلي اللي البشرية كانت بتمارسه لآلاف السنين، العلاج بالأعشاب والعلاج بالطاقة والحاجات دي كلها. وإحنا بس اللي جينا في آخر 100 سنة دخلنا الكيماويات، وشركات الأدوية استحوذت على عقول الناس وبقت كل حاجة بتتعالج بالكيماويات مع أنها معظمها سموم. أنا بحب الإبداع الكرياتيفيتي والكرييشن، إن أنت تبدع حاجة تخلق حاجة. فالجزء ده في الطب ميت تماما، يعني الواحد في الطب لازم يبقى ماشي زي ما الكتاب بيقول. فدي بالنسبة لي أنا زي ما يكون واحد بيقول لي يعني اقفل مخك وما تفكرش، هو ده النظام امشي عليه. فأنا ما انفعش معايا بقى الوضع ده. ففي الآخر كان استحالة إن أنا أقدر يعني أوفق بين شغلانتين الاتنين بياخدوا وقت جامد، ولا كنت هبقى دكتور شاطر ولا هبقى فنان ناجح. لازم الواحد لما يعمل حاجة يركز فيها. ده عجمي وودستوك مش بتاع أمريكا، ده الوودستوك بتاع عجمي. يعني ده حصال كذا سنة سنين، ما اقدرش اقول لك كم سنة، يعني 10 سنين اللي فاتوا مثلا، ده حصاد 10 سنين اللي فاتوا. الواحد لما بيحب يدور على حاجة مش بيعرف يلاقيها بسهولة. ابويا قدامه اسبوعين وهيجيب جيركن جاز ويولع في الكلام ده كله. دول بواقي الخشب الزيادات اللي عندنا، كل ما الواحد بيجي ياخد حتة كل ما ايه الدنيا بتتكركب اكتر فاكتر كده، زي يعني شوشو بالظبط. يعني طبعا عدنا نركب بالانس بتاع سمك كله من الربع التحتاني بتاع بوزو لغاية الايه القعدة بتاعته الكاملة. كل واحد عنده نص الشارع، فزي ما انت شايف انا واخد 3/4 الشارع وسايب لهم بس الممر الصغير ده. لما قابلت احمد جلال هو كان بيزقني شويه ان احنا نزود شويه الوان، وابتدينا فعلا نزود شويه الوان في الشغل بتاعنا، والموضوع قلب معايا بقى بحب فظيع. احنا طبعا بنشتغل في ورشه موجوده جوه البيت بتاعنا، والبيت ده اهلي موجودين فيه لوقت طويل من السنه، فطبعا لازم نراعي بقى الصوت والمكان والوساخه والدوشه والكلام ده كله، فده بيحد الشغل بتاعنا شويه. احنا بنشتغل في جراج يعني، فلازم الورشه كل يوم بالليل تفضى عشان العربيه تخش، ودي حاجه طبعا متعبه شويه، بس في نفس الوقت بتخلينا دايما نبقى يعني in shape. احنا بنعمل حاجه مره واحده بس، حتى لو حاولنا نكررها ما نعرفش نكررها، تطلع شكلها مختلف. في اوقات كتيره بيبقى في دماغنا شكل معين او فكره معينه عايزين نطبقها، وفي اوقات تانية ولسه بتحصل لغايه دلوقتي ان بيبقى في خشب معين هو اللي بيدينا الانسبيريشن لإحنا نعمل بيه ايه. اختيار الخشب برضو بيتم على كذا مرحلة. حر حرارة يعني this one is not bad at all. Half longitudinally and then stick them against each other. عشان تجمع حاجة يبقى شكلها عدل من خشب كله معوج، عملية بتاخد شوية وقت وخبرة وتجارب. ما بنقدرش ان احنا نشتغل الخطوات الطبيعيه بتاعه تركيب اي حاجه في النجاره، بنحط الحاجه على بعضها وبعد كده بنثبتها على وضعها. ساين اوف فيكتوري. بص فيكتوريوس اكزاكتلي. The colors go with these ones and we're going to have another effect because these ones are thicker. في بعض الأوقات في حد بيطلب مننا حاجة معينة. الزيت بنحطه علشان يخلي الخشب يبقى شكله حلو،
وكمان علشان يحميه من الرطوبة ومن المية، ما بيضيعش الملمس الطبيعي واللون الطبيعي بتاع الخشب، ما بيخليش شكل الخشب عامل زي البلاستيك أو زي الإزاز. دي يافطة علشان شركة بتاعت إنتاج سينمائي طلبوها مننا، فحاولنا نعمل يعني حاجة لذيذة وطلعت أحلى مما كنا متخيلين. The wood is an easy material. It gives you the opportunity to bring it in a direction without breaking it. The wood is much more gentle than, for example, stone. I don't like so much working with stone because you really have to break it. I try to be inspired by different kinds of patterns, African, Aboriginal, South American, Oriental. It's just to see the opportunity when to use it. And the color comes naturally most of the time. التطور الطبيعي للجزورين ان الكواليتي بتاعت الشغل تعلى وان احنا نقدر ان احنا نعلم ناس تانية. يلا بينا ارفع ورفع عشان ما تحطش هتحط اي حاجه احطها من كده اهو ما بينها وما بين قدام الدرف. خفيفه جدا بالنسبه للكابينت دلوقتي. النهارده على الانترنت لو الواحد بيتفرج بيلاقي فعلا اي حاجه انت عايز تعملها تقدر ان انت تعملها بايديه. لما يقدر يوظف الحاجه اللي هو بيحبها يتفرج عليها بتتعمل ازاي ويبتدي يصنع حاجه تبقى برضو محليه ويصنع لنفسه الحاجه اللي هو بيحبها. اه وبينهم بقى احنا دلوقتي في طريقنا لقريه تونس، ودي قرية مش موجودة في تونس البلد، دي موجودة في الفيوم. ودلوقتي القرية كلها مشهورة بالخزف وبيعملوا مهرجان هناك مرة في السنة في آخر نوفمبر، بيبقى للخزف وللحرف اليدوية المختلفة. لما تيجي تقول حرفة يدوية وبعدين تلاقي شغل زي شغلك لا يعني طب احنا فهمنا حاجة مختلفة عن اللي موجود، فتبتدي انت بتتكلم وتبتدي الناس تبتدي تسمع انت عامل ايه في الشغل. كنت تجيب معايا كتاب الجيتار يا سمعان؟ اه عايزني الف اغنية اسمها جزورين. فكرة صباحية كده؟ لا حاجة هادية كده حلوة. جزورين في حد زي احمد ابو زيد هناك في مكان في اوتيلات المهم مقاشين قوي هو بصراحه الحاجه بتاعتنا دي انا دلوقتي الوان الالوان بتاع التصاميم For me, not every furniture needs painting. I love the wood like this, and I just like the warmth and the color and everything. I have an uncle who is working also with wood, and my father is working with wood. He had a small workshop when I was a kid, and I remember that I like to be in this workshop, and I love the smell of the wood. I stopped for a while because there was no opportunity, and in Egypt I just had a chance to meet the right people, and it was a bit like coming home. There are a lot of beautiful scenes in Egypt, and this is very inspiring. Everything can inspire you if you're open-hearted and you walk through life with open eyes. بالنسبة لنا الحياة كانت بتبقى مفتوحة. والدتي مثلاً كانت بتفضل تجيبنا في العجمي هنا خميس وجمعة. فالتأملات اللي هي كانت بتديها لي في الزراعة في الديكور. أمي تعتبر أكتر حاجة، والدي كان قطان فبيسافر على طول. ده الهام من ناحية تانية بقى البحر والمغامرات والكلام ده كله كان من والدي. دوت ضمان مركب كان الغرقانة، هو نحاس كله فضل عايش تحت المية
اكتر من 20 سنة وما حصلوش اي حاجة، ولو حاولت تفكه لغاية دلوقتي او تكسره ما بيبقى اكيد صمت او حاجة كده مخلوطة. ودوت مخطف، مخطف مركب حقيقي، ودي حاجات من الحاجات اللي بنلاقيها على البحر. دي دفة مركب حقيقية بألوانها، دوت تقريبا يعني مثلا نقول ربع طن مثلا تقل. طول ما الواحد بيبقى قاعد في مكان ضيق افتكر ان هو همومه ممكن بتزيد. I am the Egyptian queen of wood. من اكبر امالي انا الشخصية هو ان المزاج والروقان والطاقة الايجابية اللي انا بستفيد فيها من شغل الخشب تفضل موجودة، وما يتحولش الموضوع لحاجة فيها ستريس كتير وبيزنس جامد وفلوس وكلام من ده وتفقد روحها للأصل. هنعمل ايه دلوقتي احنا؟ يا ليفا افتكلم. طب قولولي هنعمل ايه دلوقتي؟ سمايل. الزعرورة دي انتنة. المهندس بتاع الانتنة الدكتورة سوفي. الدكتورة سوفي بنت اختي. This he told me to do is shushu surfing. Radically. انت جبتي radically دي منين؟ ده بقى ليه السنة اللي فاتت لما لقيت ان انا دماغي ما بقاش فيها غير الخشب، فكتبت شوشو ده جزورين بوي وحطت جزورين بدل دماغي، فدماغي ما فيهاش غير جزورين. حلو كده. ااا في بقى كتير زيت صاد. هاي اهلا، ازيك يا هشام؟ اخبارك ايه؟ كويس. ما عملتش حادثه تاني انت يا رخر؟ نصلح لك العربيه موتوسيكل ورقبتك قريب ان شاء الله تيزر النهارده. يا النهارده يا لو سالتني عن بيتي اقول لك بلا شك هو العجمي. البورده القديمه شوف البورده الجديده. عقدتي في موضوع بيتي ده ان هو مش مرتبط بس بالمكان، هو مرتبط بالناس. انا انسان برتبط بالناس قوي، برتبط باصدقائي جدا، وبعتبر ان اصدقائي دي عيلتي اللي انا اخترتها. بس العجمي ما بقاش بيتي، بقيت انا غريب في البيت. Isn't this your street ya Shahir? يعني they stacked everything in front of my house. They closed it. يعني مش ممكن يعني. Do they even get permission to do this stuff? Do they? Do they have? يعني can they do this? آخر صيحة الجيران يبنى عمارة وهدوا السور بتاع الجيران بتاعتهم وبعدين يبني على الصامت واخبط راسك في الحيط. بس والوضع زي ما انت شايف كده. يا خسارة. أنا حسينا إن دول ناس برضو محترمين شوية وبيراعوا الجار وبيتكلموا وبتاع. ما هو ماشي سيء. بس في الاخر هيجي لك الناس هتعور لك في العمارة، يجي لك ناس بقى خارج. دي مشكلة البلد والحي اللي هو بيسمح بالكلام ده انه مش هو الراجل قدامه فرصة بياخدها. فكري ان انا مش هقعد كمان في البلد دي، انا واخد ولادي وراجع على كندا تاني. ايه اللي رجعني من كندا؟ هو حبي في البلد دي، وهو شهير برضو اللي وقفني في موضوع السفر. قال لي تسافر ليه من بلدك وهنا احسن وهنا وهنا. وسبحان الله هو دلوقتي اللي عاوز يهاجر ويروح جنوب افريقيا ويسيبني. من كتر سقمي على البلد وعلى اللي بيحصل في العجمي فكرت ان انا اهاجر، رغم ان انا هاجرت قبل كده ورجعت وقررت ان انا مش هاجر لان انا بحب البلد جدا. بس مصر قاسية شوية على الناس بتوعها، مش بتريحهم. نفسي أعيش في حتة فيها هدوء وفيها طبيعة، والموضوع ده عمال يبقى أصعب وأصعب وأصعب. Very tight about foreigners investing in South Africa. عشان at some stage many years ago South Africa was number two in the world in money laundering. They've now tightened quite a bit. A permanent residence يعني بتاخد بطاقة بناشل اي دي رقم قومي whatever. فانت بتعتبر local permanent resident، ممكن تفتح حساب في البنك وتعمل transactions زي ما انت عايز وليك permanent address في ساوث افريكا. انا قريت يعني مثلا ان موضوع شراء الاراضي بالنسبة للاجانب وشراء الاراضي عموما في جنوب افريقيا رغم ان هو موضوع حساس لكن هو
ويل ريجليتد ومنظم وصعب حقك يضيع يعني. اه امن يعني نظام امن. وقفل عليه بقى. احدث موديلز غلبويين هنحطهم جوه التشيست دي ونرميها في البحر. It's pretty normal to do something you don't like. It's just considered being normal. A lot of people are very attached to materialistic things, but for me I know 100% that it's not what is giving you happiness in any way. So why should I cling to it? Queen Mum, Gasvalina the First. قولي لي فاضل لنا 1 more 11 وايه تاني؟ need 1 more 11 و 1 more 8 and 1 more 18.1. مهمتي في الحياه ان انا ابقى مبسوط، ان انا ابقى راضي عن اللي بعمله، ان انا ابقى عايش عيشه صحيه، ان انا ابقى انسان ليا لازمه في الحياه، بساعد الناس لما بقدر. بس you have to learn from your mistakes. بتعمل ايه بقى؟ And patience is always a virtue. Yeah. مانيش إنسان كده ميت يعني، إنسان فعال فعال في المجتمع، بالذات المجتمع القريب، الأهل والجيران. لأن أنا بؤمن بالنظام الاجتماعي المترابط زي بتاع البدو كده، إن الناس كلها لازم تعيش مع بعضها وتساعد بعضها. أنا برش مية عشان أنا أدفو أولاً عشان الحجارة تبقى شكلها حلو، وبعدين هرش ميه جوه عشان اهبط الرمله اخليها تخش ما بين الطوب وبعضه فكل حاجه تثبت. تحيا دكاتره العظام. تحيا كليه الشيخ. فانا مهمتي في الحياه ان انا اعيش مبسوط وابقى بعمل حاجه انا راضي عنها. I think growing is a big part of life. I don't think that we should always stick to our opinions. It's being blind. We should grow and learn and try to be better people to make the world a better place. أنا زمان كنت بخطط كتير وعمال أرتب وهعمل كذا وبعدين هعمل كذا وبعدين هروح وبعدين هاجي، وبعدين اكتشفت إن الدنيا ما بتمشيش كده. كل الحاجات اللي حوالينا كلها متغيرات. ما ينفعش ان الواحد يعمل خطة لمية سنة قدام، لازم الواحد ياخد بالمعطيات اللي حواليه. يعني تقدر تقول ان انا بحاول اعيش الحاضر. النهارده كنت طالع على اساس ان في حتة كده هنفكها وبتاع، بين حد قال لي تعالى بلاس جيت بلاس، لقيت مركب بحالها. فبقيت هتجن مش عارف اعمل ايه، الم ده ولا ده ولا ده، وخلاص بقى لنا 4 ساعات بنشيل وبنحط، خلاص العربيه هتنفجر وانا هقع من طولي واصحابي جم بعد كل عربياتهم وربنا يستر. ساتيسفايد يا شهير؟ very satisfied. عماد